أغنى فنانين في الوطن العربي مش هتصدق هيطلعوا مين، والمفاجأة كمان إن أغلبهم مصريين. أيوة مصريين، ومحمد رمضان ترتيبه الأخير واللي نمبر وان في القايمة. نجم كوميدي مصري تفتكروا يكون مين؟ تعالوا بينا نشوف. أنا ملك ريان، تابعوني. قائمة أغنى فنانين في الوطن العربي تثير حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا، وكمان إن القايمة دي فيها مفاجأة بسبب أسماء المشاهير اللي موجودة فيها واللي مش هتصدق إنهم يكونوا موجودين في القايمة أصلاً، واللي أغلبهم كمان مصريين. تعالوا نشوف مين دول، تابعونا. تعالوا نبدأ القايمة من الآخر للأول. جه في المرتبة الـ 18 والأخيرة الفنان محمد رمضان، اللي دايماً بيقولوا إنه غني وبيظهر بالذهب والسيارات الغالية جداً. ثروة رمضان تتراوح من 1,000,000 جنيه مصري إلى 160,000,000 جنيه مصري، وده في آخر 5 سنين. وكمان رمضان عنده فيلا بـ 15,000,000 جنيه، ده بجانب أسطول السيارات الغالية بتاعته، يعني في النهاية يمتلك ثروة 10,000,000 دولار. جه الفنان تامر حسني في المرتبة الـ 17 بثروة 13,000,000 دولار، وكمان إن تامر بيتميز انه مطرب وكاتب اغاني وملحن وممثل وكاتب سيناريو ومخرج كليبات مصري، وكمان بدأ مسيرته الفنية في عام 2002 وشارك في بطولة العديد من الافلام والمسلسلات. وفي المرتبة 16 بيجي المطرب وائل كفوري بثروة تصل الى 16,000,000 دولار، وهو كمان مغني وموسيقي وكاتب اغاني لبناني، واشتهرت اغاني وائل كفوري بسرعة كبيرة جدا، خاصة اغنيته الاولى ما وعدتك بنجوم الليل اللي لحد دلوقتي بيطلبوها في كافة انحاء الوطن العربي. اما في المرتبة 15 بيجي المطرب كاظم الساهر اللي ثروته تصل لحوالي 23,000,000 دولار. اما في المرتبة الـ 14 المغنية امل حجازي اللي ثروتها بتصل لحوالي 24,000,000 دولار، ودي المغنية الملقبة بملكة الرومانسية. اما في المرتبة الـ 13 بيجي المطرب جورج وسوف اللي ثروته تقدر بـ 25,000,000 دولار، واللي غنى في جميع انحاء العالم العربي، اوروبا، امريكا، كندا، واستراليا، بس في 2011 تعرض لجلطة دماغية بس تم شفائه منها في عام 2014. في المرتبة الـ 12 بتيجي مطربة ماجدة الرومي اللي ثروتها تقدر بحوالي 28,000,000 دولار، وكمان الفنانة ماجدة الرومي من أشهر الفنانات العرب ونجمة في عالم الموسيقى والغناء العربي. في المرتبة الـ 11 بيجي المطرب راغب علامة اللي ثروته بتقدر بحوالي 30,000,000 دولار. في المرتبة العاشرة بيجي الفنان هاني شاكر بثروة 32,000,000 دولار، جمع ثروته من خلال مسيرته الفنية على مدار 40 عام، واشتهر بأغانيه الرومانسية وهم حوالي 600 أغنية أول ما بدأ حتى الآن. وفي المرتبة التاسعة المغنية نجوى كرم اللي ثروتها تقدر بحوالي 34,000,000 دولار، وهي ملقبة باسم شمس الأغنية اللبنانية. أما في المرتبة الثامنة الفنانة فيروز ثروتها تساوي 36,000,000 دولار، وفي المرتبة السابعة المطربة نانسي عجرم وثروتها تقدر ب 38,000,000 دولار. أما في المرتبة السادسة بتيجي المطربة الجميلة إليسا وتقدر ثروتها ب 41,000,000 دولار. أما في المرتبة الخامسة بيجي المطرب عمرو دياب بثروة تقدر ب 45,000,000 دولار. في المرتبة الرابعة بتيجي الفنانة أحلام وثروتها تقدر ب 50,000,000 دولار. المرتبة الثالثة الفنانة هيفاء وهبي وثروتها تقدر ب 57,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية بيجي المطرب صابر الرباعي وثروته تقدر بحوالي 76,000,000 دولار. بس المفاجأة اللي بتصدر المركز الأول في القايمة الزعيم عادل إمام اللي ثروته تقدر ب 100,000,000 دولار، حصل عليها من التمثيل في أكثر من 114 فيلم و10 مسرحيات.